ما في أحلى من السيدات السوريات يلي عم يتميزوا اليوم بمشاريعهم الخاصة وعم يتركوا بصمة كتير مهمة إلهم بعالم الهاند ميد. اليوم مشاهدينا رح نضوي على جهود وتعب لمشروع سيدة قدرت تبلش مشروعها من خلال مواد كتير بسيطة وقدرت أكيد تتميز فيه. رح نضوي على مشروع سيدة يمكن إلى كتير قطع مميزة وإلى فرد أكيد. خاص أكيد أكيد يا هادي. واليوم وقت اللي بنقول قطع مميزة وبنحكي مشروع بسيط تحول لمشروع أكبر ولا حلم جميل، واليوم عم تشتغل عليه على أرض الواقع، وهي اليوم عم تشتغل وتدرب، معناتها اليوم كان في إصرار، كان في إبداع لحتى تكفي هذا المشروع. اليوم هو باب رزق لإلها ولكل الأشخاص اللي عم يشتغلوا بهذا المجال. مشاريع صغيرة شفناها خلقت خلال السنوات الماضية بسوريا وقدرت تعمل بصمة جدا جميلة بالأسواق السورية. روح اليوم لعالم الشموع وصناعتها، واليوم مرحلة التصنيع أهم الصعوبات. وضيفتنا لليوم هي السيدة عبير غنيمي. يسعد صباحك. تمام الاسم. صباح الخير. اهلا وسهلا فيك يا منضوي على مشروع كثير مميز مع حضرتك. خبرينا اكثر عن هذا المشروع اللي عم تشتغلي فيه، ايمت بلشتي فيه؟ مشروع الشموع كان بالنسبه لي مشروع تحدي لعرض شغل عمل بالامانه السوريه. اجاني فرصه عمل بالامانه السوريه بتتضمن اني ادرب اكسسوارات واعاده تدوير بالاضافه للشموع. انا ما كان في عندي فكره عن الشموع، ما رضيت ارفض الفرصة العمل. اعطوني فتره 5 ايام بس لاقدر ظبط وضعي، افهم شو القصه، وفتت على اليوتيوب وفتت على جوجل، بلشت بقى جرب جرب حلو. جرب وجبت المواد الاوليه والحمد لله بعد 5 ايام قلت لهم انا جاهزه. قال مع شموع؟ قلت لهم مع شموع. طلعت لهم شمع الجل، شمع الطباعه، شمع الحفر، الشموع العاديه مع الديكورات والتصاميم، والحمد لله بلشت بمشروع الشموع. عجبتني كلمتك تحديت. اليوم يعني نحن بالتحدي ممكن نحن نعمل شغلات كثير حلوه بحياتنا، ننجح بمشروعنا وباحلامنا بكل شيء. اليوم رح نستعرض معك ست عبير بعض القطع اللي اشتغلتيها حضرتك، ونحكي اليوم شو دراسه حضرتك. يعني انا دارسه تصميم ازياء واكسسوار واشتغلت بدراستي، بس لقيت انه ما وقفت الشغله بس عن الاكسسوار. عملت دورات كثيرة مثل ما عم قلك لك، شموع، صابون، منظفات، ريزين، تطريز. ما بحب انه حدا يقول لي بتعرفي هالشغله له ما بعرفها. حلو. بحب يكون عندي المام بكل شيء. الحمد لله بكل شيء بعرف اشتغل. حلو هيدا التحدي والشغف يلي عندك اليوم لهيدا المشروع. خبرينا اكثر يمكن كيف تعلمتي بشكل عام اصول هيدا المهنه؟ هل اخذتي وقت طويل ام لا فورا اتقنتي اصولها لهيدا؟ هلا انا بصراحه خلال 5 ايام قدرت اني اعرف شلون بتصير. بس مع مرور الوقت قصير، مع مرور الوقت صرت تضيف لها شغلات انا من حالي، يعني مثل هالديكورات، القطع الخشبيه، هذا شمع مكسر زايد عندي ما تلفته هي اللي بايدي، صبيته بشمعه ثانيه حتى يطلع عنا هالالوان هي. بستخدم قوالب السيليكون كمان برجع بضيف عليها هيك شيء مميز لحتى تعطينا فكره حلوه. يمكن اليوم مجال عملك بالتصميم خدم الفكره. أكيد. يعني اليوم يعني الأمانة في قصص ما كتير مطروحة بالسوق اليوم، هدول الخشبيات يعني أنت أشكال غريبة كان. جمال فوق جمال، يعني ضايفة لمسة جدا جميلة. اليوم الشموع ضمن خشبيات يعني كتير حلوة الفكرة. يعني خلينا نحكي عن هدول الأفكار، هل اليوم عالم التصميم كان كفيل لإلك بتصميم أو ممكن تدخلي إنترنت ممكن تشوفي اليوم من خلال المعارض رح نحكي فيها هي قصة ثانية، يعني اليوم أفكارك يعني خلينا نحكي عنها بشكل عام. هلا طبعا التصميم وهذا ساعدني كتير والإنترنت كمان بيساعد كتير، بس بيبقى إنك أنت تحطي لمستك اللي أنت بتحطيها على القطعة. يعني هي مثل قطعة الخشبيات أنا ما شفت منها، أنا يعني وانا لفتت نظري حاولت اني هيك ابتكر شيء يكون خاص فيني انا والحمد لله. طيب اليوم يعني يمكن القطع بتحكي عن جماليتها، عم نشوف اشكال عديده. خلينا نوضح مثل هدول القطع، هدول الصابون قد ايه بياخذوا معك وقت اليوم لحتى تشتغليهم؟ قد ايه المهنه يمكن بحاجه هي لصبر لوقت لحتى تنجزي القطعه اللي بدك اياها؟ تماما. هلا مثل القطعه هي اللي بايدك هي من مكعبات الثلج. حلو. بتتحمل تقريبا شي 3 ايام لتصير بهالطريقه هي. نحن بنجيب مكعبات الثلج بنحطها بكاسه وبنصب الشمعه عليها وبنخليها لتنشف لحتى يذوب المي كله والثلج منها
بيطلع عنا الفراغات الموجودة، يعني هي بتاخذ وقت. في قطع لا خلال ساعة ساعتين بتكون نشفانة. هلا عندك مثلا هلا مثل هاي خلال ساعة بالكثير بتكون نشفانة وبتقدري انت تتحكمي فيها. عندك شمع الجل هاي صرفي كمان تمام. اليوم بحاجة لدرجة حرارة معينة اليوم هذا الشغل أو طبعا هلا الشمع بيتحمل وقت لينشف بالصيف، أما بالشتاء شغله كتير سريع وكتير بوقت كبير يعني قليل بينشاف. طيب عم نشوف كمان مجسمات أشكال، شو المقصد منهم؟ كيف عم تشتغليهم؟ شو الأدوات اللي عم تستخدمها؟ هي عبارة عن قوالب سيليكون عنا هون استخدمتها من الشمع وهون من الجبصين. تمام. طيب اليوم شمعة هي بتشغل نظامي؟ هي هي بتشغل بس انا ماني حاطط لها فتيلة ولا هي كله بتشغل حرام نظامي حرام بتحترق. طيب ست عبير اليوم دائما نحن بنعرف انه من خلال ضيوفنا ومن خلال البازارات والمعارض اليوم هي فرصة لكم وبوابة للتسويق، بوابة للتعريف بمنتجاتكم بعملكم لدك تكتسبوا خلينا نقول من حدا ثاني خبرة او تعطوا خبرة. اليوم كنتوا كلية الآداب وكان عندكم معرض يعني جدا جميل، وهلا بعد فترة عندكم معرض ثاني من بكره ببلش بكلية التربية بإذن الله. خلينا نحكي عن الإيجابيات ضمن المعارض والبازارات، شو أعطيتك وشو أعطيتيها؟ هلا الإيجابيات إنه هن عم يوفروا لنا الحمد لله فرص لعرض منتجاتنا مجانا. يعني طبعا بشكر جمعية الحرفيين والمكتب الإقليمي والسيدات اللي هن عم يحاولوا انه يساعدونا ليأمنوا لنا معارض بالكليات. يعني هذا كثير عم يوفر لنا شغلات، انه اجار الطاولات بالبازارات صارت كثير اسعار غاليه. صحيح. وانتم اليوم عم تعطوا خبره للطلاب والطالبات، يعني اليوم الطلاب عم يطلعوا وقت اللي عم يتفتلوا ضمن المعرض يمكن هذا المشروع يكون مشروعهم الخاص فيما بعد. يعني صح كلامك، حتى انا بكليه الاداب اجوني طالبات يعني عم يدرسوا انه نحن انت بتقدري تعلمينا هذا الشيء، ولو انه مثلا انت تعطينا دروس خاصه بالبيتك او عن طريق الواتس او اي شيء، يعني هم حابين هذا الشغل اللي نحن عم نشتغله. طيب هي الاشكال الغريبه يلي جبتيها اليوم، نحن عندنا فضول نعرف انت من وين بتستوحي الافكار اليوم؟ بتحبي التجديد؟ بتحبي تواكبي دائما اي شيء ممكن جديد، اي شيء اليوم بيلبي رغبه السيدات او الصبايا؟ خبرينا اكثر من وين تستوحي اليوم افكارك بصناعه الصابون؟ طبعا الافكار بستوحيها طبعا النت ما شاء الله ما خلى شيء يعتبر يعني، بس نحن قد ما كان بنحاول نضيف لمسه تتركي بصمه. صحيح. لمستنا تكون موجوده على القطعه. شو هي بصمتك ست عبير؟ انه يكون في شيء مميز. حلو. برافو عليك. دائما الفنان كان تشكيلي كان بعالم التصميم كل شيء اسمه فن وابداع بيروح لوضع البصمه، وكل حدا له بصمه خاصه. في ناس يعني من خلال شغله صغيره بتحط على القطعه بتقولي انه هاي القطعه هي مميزه فلاني، يعني بتعرفي بصمته من وجوده بالحاله. اليوم عم نشوف حاجه جبصين مع شمع بينكسر. هاد اجباري جبصين بينكسر. اليوم الصعوبات والمواد الاولية، غلاء الاسعار، غلاء الاسعار في تنهار بتلاقي الاسعار كتير طالعة، فانت اليوم مضطرة تزيدي سعر قطعتك بالاسواق. خلينا نحكي على الصعوبات بشكل عام، كيف قادرة انت اليوم توفري موادك الاولية وما ترفعي كتير بالاسعار كرمال تسويقيا تنجحي؟ هلا اجمالا اذا انا بدي اعمل لي اسم وجيب معجبين لشغلي اكيد ما حارفع باسعاري. انا رح يعني ححط حالي محل اللي بده يشتري هالقطعه، حيكون سعره اكيد انا سعر رمزي يعني. وغلاء الاسعار هي على الكل، بس الشيء اللي عم يفيدنا هو المعارض المجانيه اللي نحن عم نعملها، يعني عم نقدر نستعيد عن اغلاء الاسعار بالمعرض المجاني. عم تبيعوا وعم عم نحاول نعوض شوي انه من السعر القطع. يمكن هدول القطع اليوم بينطلبوا كسوفينيرات كهدايا اليوم بين الاشخاص، خبرينا اكثر كيف عم بيكون الاقبال عليهم وشو عم تلاحظي اكثر الناس عم تطلب منك تشتغليهم؟ هلا اجمالا تكرري من الطلب وتزيدي شغلك اكثر. هلا الاكثر شيء اللي عم ينطلبوا قطع الخشب كهدايا. حلو. هدول تماما مزوقين هدول حتى لمولود لنجاح لاي شيء. والقطع اللي بتكون صغيره بيكون سعرها تقريبا اقل، وبتكوني عملتيها بكميات كبيره، يعني هون عم نساعدهم انه قطعه صغيره بكميات كبيره عم نحاول انه
نساعد يعني الجميع. يعني الفكره حلوه على فكره، نحن وقت في يعني احيانا سبيعة عم تروح هلا اللي عم تعمل هدايا سوفينير صغير بالولادات، يوم حلو نحط الاسم هون هايدي يعني. صحيح. ايه تماما، قطعة مميزه يعني وبتبقى يعني تماماً. يعني عم نشوف الاسواق القطع اللي عم تنباع عم تتكسر او هيك، هي خلص لا هلا يعني. انا عملت مثل هاي القطعه لمولود وحطيت بالاضافه بقلب العلبه اول حرف من اسمه، او فينا نحط الاسم كامل او الاسم كامل بتصير تماما. طيب عندي سؤال، قد ايه بتضاين مدتها اذا شغلناها هي الشمعه؟ بتخلص هاي، هلا هي بتخلص بس هلا مثل اللي هي اللي هون على القطعه الخشبيه اللي بالقطعه الحديد هي ايه تمام، هي قطعه دبدوب انا كنت فكرته طاوله كان دبدوب هاي القطعه الحديد حتى لو ساخت بضل فتيل بقلبها، بترجع بتجمد بترجع بتشغليها من اول وجديد. حلوه فكره المعدن، بس ما في خوف اليوم كونه مع نار وخشب؟ لا 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 ما في شيء ابدا ابدا يعني. طيب اليوم خلينا هيك نروح لعالم التسويق وحكينا فيه، خلينا نحكي عن صفحتك الخاصه فيكي على مواقع التواصل الاجتماعي. هلا كصفحة خاصة، صفحتي الخاصة اللي أنا الأساسية اللي أنا بنشر عليها كل شغلي وبتنزلي عليها كل شيء، وبنزل عليها كل شيء بشتغله. بتعملي عروض وبتعملي طبعًا كذا؟ إذا ما عملنا عروض ما بيمشي الحال. تمام. ذكرتي لنا ببداية حديثك معنا إنه أنت بلشتي فوراً بهي المهنة وبهذا المشروع بشكل كتير سريع تقدرتي تتعلمي، ولكن يمكن كتير من الأشخاص اليوم ببداية مشروعهم بتلاقيهم عندهم نوع من الخوف والتوتر من رأي الناس إنه ممكن يزبط مشروعي، ممكن أنا عم بشتغل بشكل غلط. خلينا نوضح، ما كان عندك هيدا النوع من الخوف اليوم من ردود أفعال الناس على شغلك بما أنك بلشتي بهيدا الشغل، أم لا كان عندك دائما الشغف والطموح إنه أنت خلص عم تشتغلي صح؟ لا كنت واثقة من شغلي، واثقة إنه رح يطلع معي. وفعلا وقت تفاجئوا انه انا قلت لهم ما بعرف اشتغل شمع، وقت قدمت لهم الشمع اللي انا ساويته بالامانه السوريه هن تفاجئوا انه انت معقول ما بتعرفي تساوي شمع وعملتي لنا كذا تجربه. الحمد لله. واليوم هي التجربه اكيد بلشتي رجعتي عدلتي رجعتي اضفتي. طبعا في اخطاء كثير بتصير معنا. لو وصلنا اليوم خلينا نقول انه نحن عم نقدم القطعه ببصمه عبير. شكرا ست عبير لحضورك اليوم، بدنا نتمنى لك كل التوفيق بمشروعك الجميل، وتكوني ايضا انت حضرتك اليوم كوتش للشباب والصبايا تدريبي، تقدري تعطيهم افكار وتعطيهم من خلينا نقول من خبرتك كرمال يستفيدوا منها بالايام القادمه. شكرا لحضورك اليوم، اهلا وسهلا بحضرتك. شكرا لك، واكيد بنتمنى لك كل النجاح والتوفيق بمشروعك. اهلا وسهلا فيك استاذ عبير. اهلا وسهلا.